لقاء فرصة لتبادل فيه حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، والذي تم التأكيد فيه مجددا على أن الجزائر شريك استراتيجي آمن موثوق به من حيث إمدادات الطاقة. وجددنا إرادتنا المشتركة للعمل على تعزيزها من خلال استمرار التبادلات والتشاورات في إطار أفواج عمل خبراء بخصوص الغاز الطبيعي وأفاق تطوير البنى التحتية، وفي مجال الكهرباء ولا سيما موضوع الربط الكهربائي، الطاقات الجديدة والمتجددة. إن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة علاقات تاريخية قوية وعميقة، ونود أن نعزز ونطور هذه الشراكة بحيث تعود بالنفع عموما على الشعبين الجزائري والأوروبي. لذلك كان الاقتراح بإجراء الاجتماع رفيع المستوى للحوار التقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كل سنة.